الو، اليوم كان عندنا واحد اللقاء تواصلي مع جميع الاخوان من جميع اطراف المملكه. ناس جاو من خريبكه، من اكادير، من الدار البيضاء، من فاس، من جميع المدن، لان بلغ السيد الزوبه سيرتو التعسفات ديال التامين بانه كاين واحد الارتفاعات خياليه ديال التامين. تنشوفوا بانه حنا عندنا عده مشاكل كانوا عندنا من قبل. كان عندنا المشاكل مع وزاره النقل، دابا زادنا وزاره الماليه، عندنا المشكل ديال السرقه، عندنا المشكل ديال خيانه الامانه، عندنا المشكل ديال الضمانه، عندنا عده مشاكل. اذا ارتأينا حنا في هذا الجمع، هذا المؤتمر العام، باش حنا نخاطبوا ديريكتومون وزير رئيس الحكومه، اللي هو غادي ينظم لنا شي لقاء في اقرب الاجل، باش نتلاقاو مع واحد الهيئه تحت اشرافنا، وزاره النقل، اللي غادي يكونوا فيها ممثلين ديال الماليه وديال القضاء وديال النقل، باش نطرحوا معاهم هذه المشاكل كلهما. الا ما وقفوش معنا في هذا الشيء غادي نكتبوا عارضه اللي غادي يسينيوها كاع للورد يومارو كلهما ان شاء الله، الا بغاو قدرنا لله الله، غادي نصيفطوا هذا السيد رئيس الحكومه يستجمنا في واحد 20 يوم ولا شهر ماكسيموم. الا ما كانش غادي نصعدوا الوتيره وغادي نديروا احتجاجات في جميع مدن المملكه، لان بالغ السيل الزوبه. حنا تنعرفوا هاد الناس بانهم دابا الراسماليه المتوحشه اللي كاينه في المغرب ديال رؤوس الاموال تدفع بنا الى الخارج، باش هما يستفردوا بهاد الكعكه ديالتهم ديال لوكاسيون دو فواتور، يخليوها بنا بين الابناك ويخليوها ما بين لي ملتي ناسيونال. الوغ سكيفي المقاوله الصغرى والمتوسطه اللي توصي عليها جلاله الملك، فين هي؟ اش تمشي دير؟ الا بغيتو سميتو حيدونا حنا ونمشيو نخدموا عندهم كاع. اذن حنا الناس مضرورين، وراكم سمعتوا الناس اش كان هنا، كان غليان في هذه القاعه، كانت فوق 200 الناس هنا اللي كانت جات من مدينه مراكش، مع العلم بان غدا كاين عيد الميلاد وخلاو هذاك الشيء وجاو باقي بيقبطوا الطريق فواحد سميتو الا وداروا هذه القضيه، الا وهاد الناس راه مضرورين بزاف. اذن تنوجه كلمتي لرئيس الحكومه شخصيا، لانه خصو ينتبه لهذه القضيه ويستمثل الاوامر ديال صاحب الجلاله نصره الله. فاحنا اليوم كنا في واحد هذا الاجتماع تواصلي لحصن مراكش وجمعيات اخرى اللي تهم ارباب سيارات الكراء اللي هما كيعانيوا واحد العدد المشاكل، واللي كما كتشوفوا اللقاء كان فيه واحد العدد كبير ديال الجماهير والوكالات سيارات الكراء من جميع المغرب، فيه طنجة، فيه فاس، فيه الدار البيضاء، أكادير، مراكش. فهاد الناس كلهم تيعانيوا من مشكل واحد، وهو العشوائية اللي كتعم القطاع نتاع سيارات الكراء. فالمطالب تاعهم تيتجلاو تيطالبوا الدولة باش تقنن، وتيطالبوا الدولة باش تدير الكيد شارج تاعها وتضبطوا كيد شارج اللي عنده اكثر من 20 عام، وكتطلب من الدولة باش تراقب. يعني المطالب تاعو ماشي عذاب ضد الدوله من ناحيه المراقبه، ولكن هما تيطلبوا اكثر مراقبه، وتيطلبوا واحد العدل في القرارات تاع الدوله، وتيطلبوا الحمايه من عند وزاره العدل ومن وزاره الداخليه. فاحنا كاتحاد العام كان ندعمهم وكنتمناو باش هاد المطالب تاعتهم تحقق، وحنا ان شاء الله غادي نساعدوهم في هذا النطاق. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.